اللي صار مشينا فما حد معناها يحب يجي لاخريني في شامبيونا دو موند، اما فما شويه ظروف كما لي بليسور، خاطر عندنا 5 بليسور في ليكيب. دونك من الاول راهو لي بيرفورمانس كنت تفرجت في الماتشويت الاولانيين، عملنا ماتشويت بهين كونتر كونتر مثلا البرازيل، خسرنا ان بوان اللي هي اكس شامبيون دو موند مثلا، كونتر مونتينيغرو اللي هي مترشحه للكارت دو فينال، والبول نتاعنا صعيبه برشا، وترشحوا منها ديجا الاربعه اللي ترشحوا، ترشحوا منها ثلاثه للكارت دو فينال. باش تشوف معناها البول نتاعنا صعيبه، واللي ماتش الاولانيين عديناهم بهين بالكدا، معناها لعبنا من ند لند، حتى روسيا لعبنا 41 دقيقه من ند لند معاهم، بعديك بعديك فوالا. هذا هو معناتها التبرير، ما ثمش اشياء اخرى جانبيه، ما ثمش الظروف اللي مشيتوا فيها ظروف عاديه والله، معناتها مشى معاكم مثلا طبيب خاطر عندكم برشا اصابات. لا هو شوف جعفر هو كل نتيجه باهيه ولا خايبه، وراها بيان سور فما مش كان ليكيب برك، وراها ستاف كامل، فما برشا مشاكل في المنتخب هذا اللي مشى. النتيجه الاخيب ظهالي، واحد ما يتمناش نتيجه اخيب من هكا، نتيجه الاخيب اكيد فما اسباب. نحكي مع سند قبيله، ستاف ناقص، معناها ناقص زوز دو بوست مهمين برشا في الهوند. وتنجم تقول سند شنو هما لي دو بوست؟ هو البوست الاولاني مدرب حراس، انترنور تاع دي جارديان ما فماش، وتعرف اهميه الجارديان في الهوند، نص ليكيب نص ليكيب. والحاجه الثانيه اللي هو الطبيب نتاع ليكيب، مشاو فريق ما غير طبيب وما غير ادجوا، ما غير مدرب مساعد، هذه المشاكل اللي كانت موجوده في ليكيب. سنت والله احنا عندنا انترنور دي جارديان دو بوت، اما ما نعرفش علاش ما مشيش معانا، ذوما حاجتنا نجم توجهوا. لا لا انت تنجم تاكد انه ما مشاش، ما مشيش الطبيب، ما مشيش الانترنور دي جارديان. ثم تصوير انا ريتها معناها وقت ضربت انت سنده، هزتك صاحبتك مانيل معناها وقت ضربت انت، معناها ما فهمش طبيب عليه، ما فهمش طبيب معناها، ما هو جوار هذا، مش اول سبور هذا يمشي في مسابقه من نوع هذايا في النيفو هذايا وما يمشيش ان ستاف، ما مشيش طبيب، ومش اول مره في دي جوز اولمبيكس معناهم مع ايكيب المصارع، ما مشيش طبيب وما مشيش مدرب. هو الحقيقه مسلسل مشيو بالطبيب اي مذيع، علاش ما يا سند باش نفهم انا جيت تسمع على 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 ما مشيش طبيب، شنو السبب اللي خلوكم عليه؟ احنا لا لا انتم كي طالعين في الطياره من هنا ما فقدتوهش طبيب؟ والله والله بنحكي من جد، لا نعرف نكملون مانيش بيان سور، خاطر طبيب كمان وصحاب معاها احنا زيد كل، وطبيبنا يداوي فينا عام على طول، معناها اي بليسور يعرف شنو في الكابيتال هو اللي يبدا معانا. احنا قالونا باش نمشيو بلاش طبيب، هذوما حاجات ما ينتجوش فيديرو، لا 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 ما نجموش احنا، لا قالوا لكم مثلا ما عنديش فلوس باش نمشيو نهزو طبيب، عطاوكم سبب هما سالتوا ولا لا؟ والله ما جاوبوكمش كي سالتوا، انا واحده من الناس ما سالتش واللي سالوا ما جاوبنيش، ما عطانيش، ما عنديش انا اللي يجيب، علاش ما مشيش نعرف اللي هو ما مشيش. عندي سؤال سند، انتم قبل ما تمشيو لكوب دي موند فما شكون ديجا عندها اصابات؟ معناتها اللي تنجم الساغراف تنجم تتزاد بالنسق العالي نتاع المباريات، وهذا تعرفوه انتم والناس الكل تعرفوا، ستاف الكل يعرفوا، الفيديراسيون تعرفوا، اي كومان بعثوكم غير طبيب، ساشون اللي احنا من الحاجات اللي خرجونا من الكوب دي موند بالنتيجه هذيا هو عدد الاصابات نتاع الملاعبين نتاع المنتخب. هما اللي صابيت مثلا، اللي صاب مثلا تاعينا غاف شويه معناها بيان سور الحقيقه بطبيب ولا بليش ما نجمش نرجع نلعب معناها، مش تبدل النتيجه وكل